الاهلي بيدرس شكوى الترجي للكاف وبيطلب اعاده نهائي دوري ابطال افريقيا 2018. مسؤولي النادي الاهلي اكدوا انهم بيدرسوا في الوقت، يدرسوا في فرق ما بين ان انا بدرس اتشاور وبين ان انا اخدت قرار، وبينهما فارق عشان الناس اللي عايزه تنقل لما تنقل تنقل صح دراسه الامر. يعني انا قاعد مع الناس بتكلم معاهم ايه رايكم نعمل كذا كذا كذا، غير احنا عملنا كذا والقرار اهو والشكوى وصلت ماشي كده. بعد ما كانوا تاكدوا من عدم تشغيل تقنيه الفار في المباراه رغم اعلان وقتها ان هي كانت شغاله، واستشهدوا باللي حصل في ماتش الترجي والوداد. المسؤولين في النادي الاهلي اكدوا ان هم لن يتقدموا بالشكوى قبل دراسه الامر من جميع جوانبه علشان يبقى الشكوى ليها دور فعال. دي جزئيه مهمه اتمنى تكون وصلت، مش بس بالعنوان عشان لو بالعنوان يتعمل بيها شغل يعني، لكن بالعنوان وبالمتن. الاهلي بيخطر لاعبيه باستمرار الاجازه حتى يوم 22 يونيو، كده وضحت الرؤيه زي ما قلت لحضراتكم من اكتر من يوم. المقصه بيطلب استعاره محمد شريف من الاهلي، مسؤول المقصه خلاص ابرام متعاقد مهم جدا مع كابتن احمد حسام ميدو كمدير فني للفريق ومعاه كابتن عادل مصطفى. مسؤول المقصه بيفكروا وطلبوا بالفعل استعاره محمد الشريف صانع العاب النادي الاهلي، واللي برضو من اللعيبه المميزه اللي كان جاي الاهلي من دجله ولكنه لم يحصل على فرصته على الاطلاق. مؤمن زكريا بيرجي البت في العروض انتظارا لموقف النادي الاهلي، مؤمن مستني الموقف النهائي من النادي الاهلي. كان مؤمن عنده رحله احتراف قصيره جدا جدا لم تكن مميزه باي حال من الاحوال في السعوديه مع نادي احد، حتى يمكن ما ابتدتش يعني عشان نحكم عليها نقول ان هي كانت مميزه او غير مميزه. هو مستني قرار النادي الاهلي سواء بالبقاء او الرحيل علشان يعرف هيتعامل ازاي مع العروض اللي جايه له سواء عربيا او محليا. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن انهاء ازمه الدوري بين الاهلي واتحاد الكره، والمفروض انه في اجتماع في مجلس اداره النادي الاهلي قد يصدر عنه بيان، هنوافيكم بيه اول اما يطلع على طول وهنعقد